يوسف؟ ايه؟ مالك؟ حاسس اني قابلت سعادتك قبل كده. ازيك يا يوسف؟ انا جيت اطمن عليك. انا صرفت الشيك يا يوسف. النهارده مش هسيبك. المره دي شرعي. متجوزين بقى. والله يا يوسف من جرح الفنان. انت فاهم غلط. ابوس ايدك اسمعني. مش عايز اسمع. انت ضحي ولا يوسف؟ ساعتك انا كنت قاعد في البيت في امان الله مع مراتي وابني. انت ايه اللي ناقصك عشان تبقى زيي؟ رئيس لي كل حاجه يا ريس. اتهموني كمان ان انا وانتحل شخصيه واحد اسمه ضاحي عبد الله القناوي. وضاحي ده انت ما تعرفوش؟ على فين يا باشا؟ عاوز نعمل لك ايه؟ انت واحد قاتل. قاتل. كان في دوسي احمر مكتوب عليه علي الجندي هامي. انا اسهل ما عليا ان انا البسك في حرز مالوش صاحب. عاوزنا في حوار يعني. مين يا سيد؟ سهل ما جيت انت مش على بعضك في ايه؟ في ياسين انتوا مخبيين عليا حاجه ولا ايه؟ سعاد خش استنيني في اوضه النوم. اوضه النوم ايه اللي تستناك فيها يا روح امي؟ القانون حمار. هقتلهم كلهم ملعون عمود الشغلانه. فانا لقيت نفسي يا باشا في المحكمه وعليها حكم اعدام. انت لسه شفت اثنان؟ لسه شفت اثنان؟ المبادئ يا ابني ما بتتجزأش. ظرف اسود عمرو يوسف دره صلاح عبد الله انجي المقدم من السبت الى الخميس 6 مساء على الحياه.